السلام عليكم. السلام عليكم، مرحبا بالزميل ديالنا فارس منبر. وغير واحد الساكنه كيف ما كتشوف انها يعني حاولت انها تزيد تصعد بالاحتجاج ديالها، يعني تفاديا يعني من بعد تفاديا يعني كيف ما تيقولوا الناس ان الناس غيطلعوها يحيدوها، يعني الساكنه ما غاداش تطلع، انا ما تقتحمش هذا المنزل هذا الى حين ان تدخل السلطه المحليه. وحنا يعني حتى هذا من يعني بغات الناس يعرفوا ان حتى السلطه المحليه واش انها تقدر تجي لنا تدخل تحيد هذه الخيمه اللي داروها الساكنه وتخلي لهم يعني السبب ديال الاحتجاج ديالهم، او انها تجي تحيد السبب الاحتجاج ديالهم باش يلبيوا المطالب ديالها بعدا هي، لان الساكنه ولات كتعاني. المشكل ديال هاد اللاقط الهوائي اللي ممكن انك توريه للمشاهدين الكرام. خلينا في الصوره بالله. واخا ممكن توريه لهم هاد اللاقط الهوائي هذا، لانه بدا كيتصايب مع الثلاثه ديال الليل، جوج الليل ونص وخدامين كيصايبوا فيه، وعندنا فيديوهات كتوثق. وتم الاتصال بالرجال الامن مشكورين، ان يعني جا الحضور ديال يعني كان حضور ديال الصقور، يعني اللي جات حضروا هنايا رجال الامن فرقه ديال الدراجين اللي عينات، ورسلونا اننا نقدموا واحد الشكايه لدى المصالح ديال الامن، مديريه الامن الوطني يعني بالمنطقه ديال تماره، توجهنا ليها وضعنا واحد الشكايه اللي كنعانيو من الضجيج والصداع ديال هذا اللاقط الهوائي اللي الساكنه من صفقات الساكنه الصباح، يعني الساكنه كامله تفاجات. هذا اللي تركب يعني بالليل ومركبينه يعني عصابه، تنقولوا عصابه، عندنا فيديوهات كتوثق اكثر من 800 الاشخاص يعني مول الثامن دايرين قبيات مدرقين الوجه ديالهم باش ما يبانوش. هاد الناس الصباح تفاجئت الساكن، كلشي تفاجئ. هاد حنا بغينا نعرفوا يعني هاد الشركه اللي ممكن كتجات خدمات بالليل يعني بلا ما يعرف حتى شي حد، الساكنه براسها ما عارفاش بالليل جاو خدموا هادشي وصايبوه، وباللي يكون فيه علم المشاهد الكريم ان هاد الدار هادي مولاها ما كيعيش هنايا، مولاها مهاجر مغربي. الا كان هذا المهاجر المغربي فهو كيستثمر وبغى يستثمر المال ديالو، والدار شاريها ومقسمها لمجموعه ديال البيوت وكاريها لمجموعه ديال العائلات، فهذا الامر الله يربحه والله يزيده، حنا ما حاسدينوش الله يكمل ليه. غير هو ما يحاولش انه يستثمر في الصحه ديال الساكنه وديال المواطنين، فهذا خط احمر، والدستور المغربي راه تيقولها ما تجيش تستثمر في الصحه ديال المواطنين. الناس هنايا ما باغينش هذا اللاقط هذا، اللي سمعنا المعلومات حنا ما كنعرفوش في هذا الشيء اللي هو تيقول انه 5G، و5G هي مجهده يعني كتادي الصحه ديال المواطن، هذا الشيء راه بزاف. وهذه رساله للمسؤولين انهم باش يدخلوا ولقاو شي حل، لان التصعيد دابا حاليا الساكنه راه غدا وكتصعد، والبارح يعني كانوا منابر صحفيه هنايا يعني بلا ما نذكروا الاسم ديالها يعني تفاديا للتشهير، ان كانوا هنايا في المباشر يعني تم الرمي بواحد الصندوق يعني اللي رماوه الناس اللي تما باش يفرقوا الساكنه هنايا، يعني هي شركه والعمال ديالها كيشتغلوا عندك يعني طبقا للقانون ديال الشغل، فهذا يعني احنا عارفين القانون ديال الشغل، مدونة الشغل معروفه، هو ان واحد خدام عندك كيسالي اوقات ديال العمل ديالو كيجي يزيد السوايع اضافيه باش يركب هذا اللاقط الهوائي لواحد الساكنه كتحتاج، هذا ما قابلينوش. وهذه رساله واضحه وباينه، ونقدموا شكايه خدامين هنا كيصايبوا فيه، وكانوا على المباشر البارح، الناس كتحتج هنايا بالنهار وهم بالليل وهما طالعين تما كيركبوا فيه، فهذا احنا ما باغينوش، الساكنه كامله كتستنكر. وهادشي اللي تنقولوا راه عندنا يعني عارضه مجموعه ديال العرائض يعني استنكاريه اللي فيها توقيعات ديال الساكنه كامله، كما كتشوف ان الساكنه كامله ملتحمه على انها باش تحيد هذا من هنايا، ها العرائض ها هما. الساكنة كاملة كتعارض، ها مجموعة ديال العرائض، ها ديك الوثائق ديالك اللي جاية من الرباط. هاي الشركة هادي بعدا مجهولة الاسم، وعندنا فيديوهات كتوثق العمل ديالهم بالليل، عندنا فيديوهات انهم باش خارجين من التمين، فهاد الناس هادو يجب المحاسبة ديالهم، عرفوا هاد الشركة والناس اللي جابت لنا الحي بالليل، هادو بعدا كيشكلوا خطر على الناس، هادي كتحرك كمجموعة يعني كعصابة، ها كمفهوم انك عصابة باش تدخل سرقه بالليل وتخدم وخارجين، احنا ما عارفينش واش مسلحين ولا ما مسلحينش. حنا كنقولوا الشركه ارحالي اخوي، حنا كنقولوا لهاد الشركه تخوي علينا من هنا، ما عندنا ما نديروا بهاد هاد المشاكل هذا، ان هاد الشيء تخدم بالليل، علاش تخدم بالليل؟ حنا نضنا الصباح تفاجئنا بهاد الريزو هذا، حنا راه مضرورين بهاد الشيء، راه هاد الشيء راه غيضر بينا، هاد الشيء راه ماشي معقول، شي حاجه قانونيه يتواجهوا مع الناس الجيران ويتناقشوا معنا، ولا وافقنا مرحبا. هذا هو، حنا هنا هادشي ما قابلينوش بتاتا. يعني ما كاينش شي استشاره من هاد الناس اللي داروا فوضى. كلشي فوضى. داروا فوضى. الناس خرجوا بالليل يعني دايرين قبيات. شناهي قبيه؟ دايرين قبيات. وغاديين كلشي غادي يهرب، ملي هضروا معاهم الناس الجيران يعني ما تقبلوش هادوك الناس.
كيقولوا شي هضره اللي ما خصهاش تقال.